حياكم الله في الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 187 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار 196 مليون و613 ألفا و962 دولارا، غطها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. قالت وزارة التجارة في العراق إن الكميات المتوفرة من السلة الغذائية في المخازن تكفي لأربعة أشهر للمواطنين المشمولين بالبطاقة التموينية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة مثنى الفريجي أن عدد العائلات التي راجعت مواقع تحديث المعلومات لغاية 28 من شهر أيلول الماضي بلغت نسبة 97% بمحافظة النجف، و 96% في دهوك، و 93% في التأميم والمثنى، وبنسبة 72% في بغداد. أكدت نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية شيماء الغنيم أنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول عام 2029. وقالت الغنيم إن الكويت تعتزم أن تمتلك ما يكفي من الاحتياطات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة. هذا وانتقدت إيران اتفاقا لتطوير الحقل وقعته الكويت والسعودية العام الماضي، حيث تقول طهران إنها تملك حصة فيه، ويوجد في حقل الدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطات المؤكدة. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبيك بلس على تخفيضات إنتاج النفط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا لتصل إلى 85 دولارا و92 سنتا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات ليصل إلى 84 دولارا و29 سنتا للبرميل. أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات نمو صادرات بلاده بنسبة 0.3% خلال شهر أيلول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت. وأضاف الوزير التركي أن عائدات صادرات بلاده بلغت في أيلول الماضي 22 مليار و670 مليون دولار، مشيرا إلى استمرار نمو الصادرات التركية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك مع أسعار المعادن. ختام الموجز، نلقاكم بخير.